بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف أساس العلمي والأدبي، أهلا وسهلا بكم بدرسنا الجديد في الوحدة الأولى يونت 1 Expressions of Quantity، يعني التعابير عن الكمية. هذا الدرس موجود في الأكتيفيتي بوك Lesson 5 Page 12، يعني صفحة 12 درس الخامس. نعم، هذا الدرس يتكلم عن الكاونتبل ناونز اند انكاونتبل ناونز، يعني الاسماء المعدوده كاونتبل والاسماء الغير معدوده. هاي اليو ان يعني نافيه، يعني انكاونتبل يعني غير معدود، انكاونتبل ناونز الاسماء الغير معدوده. لو تكلمنا عن الاسماء المعدوده والاسماء الغير معدوده والكلمات التي تستخدم مع هذه الاسماء، طبعا الاسماء المعدوده هي الاسماء اللي انت تقدر تعدها، تقدر تحسبها، وهاي الاسماء دائما تنتهي بعلامه الجمع، يعني هي الاس. نعم، الكاونتبل ناونز. نعم، الكاونتبل ناونز nouns الاسماء المعدوده. شنو هي الاسماء المعدوده؟ يعني الاسماء التي نستطيع ان نعدها، يعني نحسبها. والعلامه الموجوده بها عزيز الطالب حتى تعرف انه هاي الاسم معدود يوجد به علامه نهايته، هي علامه اس الجمع. نعم، اذا علامه اس الجمع، الاس واحد يوجد في نهاية الكلمة. نعم، واحد خلينا نقول A اللي الاس B ES و C I E S المقلوب عن أصل Y، يعني Y ينقلب إلى R ونضيف E S. مثال ناخذ، أنا مثال بسيط نقول مثلا book، بوكس الجمع ماله، الجمع ماله بوكس بي دبل او كي اس، هاي علامة الجمع، علامة الجمع هنا هي الاس، اس علامة الجمع. مثلا نقول على سبيل المثال ووتش، ووتش انتبه عليها زين، ووتش الجمع مالتها ووتش ساعة، نضيف لها اي اس تصير watches، هاي علامة جمع، يعني هذا الاسم اللي بيه علامة جمع اسم معدود. مثلا نقول country، country بلد، بلدان countries. نعم، I يقلب الواي، يقلب الواي هذا الحرف واي، يقلب الواي إلى I مضيف E S علامة الجمع. طبعا هذا الواي من النقلبة إلى آي بشرط أن يكون قبله حرف صحيح، وهو الآر، الآر حرف صحيح ليست من حروف العلة، يعني قبل الواي إذا كان حرف صحيح مو من حروف العلة تقلبه إلى آي وتضيف الإضافة المطلوبة، مو شرط الإضافة تكون إي إس، آي إي إس يعني جمع، يعني احتمال IEST يصير بدرجات التفضيل، درجات المقارنة، IER وإلى آخره. إذن الاسم الجمع، إحنا شلون نميز هذا الاسم جمع حتى نستخدم وياه أداة جمع اللي تخص الجمع؟ نعرفه من الاس، الاس هاي علامات، هذا الاس والاي اس والاي اي اس. ضاف عندك جمع آخر، نوع آخر من الجمع، هسه هذا خليناه رقم واحد، جمع شاذ. اثنين الجمع الشاذ، الجمع الشاذ هذا حفظ، لازم يحفظ الطالب. شلون نقول مثلا people، هاي هي جمع، الكلمة هي جمع، يعني معناتها ناس، معناتها بشر. نعم، الناس أو البشر أو الشعب. نعم، ونقدر نقول مثلا child children، child
تصير children. R E N children. هسه هذه ضفناها، هذا جمع شاذ، يعني هسه يعني هذا اسم علامة الجمع البي، يعني جمع شاذ، ينعد إيه نعم ينعد. إذا الأسماء المعدودة هي أما تكون بها علامة الاس أو اي اس أو اي اي اس مقلوب عن أصل واي هذا الاي، أو جمع هو جمع شاذ مثل بيبول، مثل children، فوت فيت إلى آخره، هذا جمع نعم. هذا هنا نقول فوت قدم، فوت فيت نعم قدم أقدام، وهكذا. إذا هذا اسم جمع نعم. إيش عندنا إحنا مع الجمع؟ بوا إحنا يا عزيز طالب عندنا الكلمات التي تستخدم مع الجمع، هاي الكلمات تستخدم مع اسم الجمع، هذه الكلمات تستخدم مع الاسم الجمع، جمع. وهذا اسم الجمع طبعا يكون بعد الفراغ، تلقيه يعطيك فراغ، وهذا السؤال سنه ناخذ عليه بعد جمل وتفتهمه بعد اكثر. عندنا هذه الليتل وماتش، هاي تستخدم مع غير المعدود، اثنين عندنا لان يستخدم مع غير المعدود. نستخدم هذه الكلمات قبل الاسم الغير معدود، نعم يسمونه uncountable noun. اي الاسم الغير معدود uncountable noun، تخلي قبله وحده من ذني العلامات. هسه معنى لتر يعني قليل، قليل. معنى ماش كثير، كثير. اذا هاي تستخدم للكثره وهاي تستخدم للقله. عندنا هاي منطقه معناها فيو ايضا قليل، هاي قليل وهو قليل بس مع المعدود، وهاي كثير، كثير مع المعدود، تستخدم مع المعدود. نعم كثير نستخدمها مع المعدود، خلينا نشوف نرتبها بعد افضل. هاي كثير، كثير مع المعدود، قليل مع المعدود، هاي مع المعدود افيو، ومن ايضا مع المعدود. خلينا مع غير المعدود، مع غير المعدود، قليل مع غير المعدود، مع غير المعدود، وكثير ماش هم كثير، يعني مع غير المعدود، مع غير المعدود، نعم أنكر وانتظر، مع لا أنكر وانتظر. عندنا بعد كلمات أخرى أخاف تجي، هاي الكلمات اللي هي some, any, a lot of, plenty of, enough. some بعض، بعض بعض ان اي يو بعض، نعم بعض، هاي بعض. اني اي نستخدمها، هاي تستخدم في حاله، في حاله السؤال والجمله المنفيه، يعني اذا جت الجمله منفيه نستخدم بها اني، ما نستخدم سام، واذا جت الجمله سؤال نستخدم بها اني، ما نستخدم سام. الوت اوف كثير، كثير من، مع ايضا، لان كل نستخدم مع غير المعدود، هاي تستخدم مع غير المعدود، وهاي كلها نقدر نستخدمها مع غير المعدود، لان تستخدم مع المعدود بالجمله المنفيه ايضا نقدر نستخدمها. الوت اوف الكثير من نستخدم غير معدود، معدود وغير معدود، هذان كلها نستخدمها عفوا مع المعدود وغير المعدود، هاي الكلمات مثل سما هسه بعض، واني في حالة السؤال، يعني هم المعنى قسم، ولكن يعني في حالة السؤال تحول إلى معنى أيو حتى تسأل، نعم أيو للكمية المعدودة وغير المعدودة، لوتوف للكمية المعدودة وغير المعدودة، الكثير كثير من لوتوف، وبلنتي أوف كثير من أيضا للكمية المعدودة وغير المعدودة تقدر تستخدمها، وإناف أيضا الكمية غير معدودة والمعدودة. هاي الكلمات هسه، هاي الكلمات هذه إيه ذني الموجودات هنا، ما يجيبوا لك اياهن، لان اثنين يرهمون مع المعدود ويرهمون مع غير المعدود،
تقطعها مشان ما تيجي تقدر تحلها. بس هي هذه هي هاي وهاي. السام دائما تستخدمها بالجملة المثبتة، يعني جملة لا منفية ولا سواء. هاي نستخدمها بالجملة المنفية أو جملة السؤال. نعم، بس احنا التركيز مالنا راح يكون على الادوات اللي هي مركزين عليها، اللي هي a few ومني a little ومج. ناخذ عليهم امثله. مثلا احنا قلنا a little مع غير المعدوم. غير المعدوم طبعا السوائل غير معدوم، كل السوائل، الماء water، الميلك، ميلك المساحيق يعني الطحين مثلا، والعصير، كل شغلات سائل هذه غير معدوم. نعم، واكو اسماء يسمونها abstract noun، الاسماء هذه يعني ما لها كتله، ايضا تعتبرها غير معدوم. ونجيهم وحده وحده. الان a little of oil، خلينا نشوف كلمه oil. oil يعني معناته نفط، معناته نفط، نفط او دهن، يعني من السوائل، يعني ما نقدر نعدها هسه هذه. a little of oil، خلينا a little باو هاي اليتر مع غير معدوم. ما دام اويل اذا اليتر ما نقدر نستخدم مثلا شيء معدوم مثل فيو، ما نقدر. نعم، ايش عندنا بعد؟ نوت ماتش اويل، باو للكثره هذه، هذه ماتش ما لك تعلق بالنفي، ماتش اويل يعني دهن كثير او نفط كثير، معناها نوت تو ماتش. فاحنا يا تو ماتش ترتيب ما لنا خاف يجمع بالنفي، هذا النفي وهي تو جدا معناته وماتش الكثره، الكثره نوت تو ماتش. ونجي على المعدود، المعدود قلنا المعدود نوعين، يا اما يكون اسم شاذ او اسم بعلامه الجمع. هسه جاينا هذا البيبل الناس، باور الناس معدود، فنقول a few people او not many people، not many people. هسه هذا لهنا رحنا ناخذ تمارين، هذا ناخذ تمارين، نمسح السبورة ونكتب تمارين على هذا الموضوع. وماني وهذا فيو وأليتل. نعم، تمرين في سؤال، تمرين عفوا في صفحة 13 C، تمرين C، هذا تمرين C في صفحة page 13. نطلع هذا التمرين، عندك به ثمان جمل، والمطلوب انت تستخدم much or many، لو much much لو many many. احنا قلنا much تستخدم مع اسم غير معدود، يعني هاي راح يجينا فراغ ويجي زائدا اسم غير معدود، اسم غير معدود، يعني هاي الفراغ هذه معناتها كثير، ايضا يعني سيارة هاي هم كثير، هاي كثير وهاي ايضا هم كثير، اثنين معناها كثير، بس هاي زائدا اسم معدود يعني countable noun، countable noun. الكاونتبل ناون معدود، والاسم الغير معدود ان كاونتبل، بس هاي الفرق، ان كاونتبل، كاونتبل ناون، ان كاونتبل ناون. نعم، هسه عرفنا. ناخذ جمله هاو نمبر 1، هاو فراغ، فود دو وي نيد، فود دو we need، do we need food، do we need to bring the to bring to the picnic، to bring to the picnic. نعم، هسه خلينا نجي، احنا مو مهم بالترجمه، المهم ان نعرف الكلمه اللي تجي بعد الفراغ. هذا الفراغ يجي في اختيارات، مثلا هنا يجي اختيار much many، هاي الطريقة الوزارية، الطريقة الوزارية يجيب لك هالترتيب هذا much many وانت تختار. خلي نشوف انه بعد الفراغ كلمة فوق طعام معناته، نعم
طعام. هاي الكلمة غير معدودة، تركز على هاي الكلمة غير معدودة. فشو نختار؟ نختار ماتش، هذا الجواب مالتها. الصيد عفوا ناكو دبليو هاو ماتش ام يو سي اتش، نعم ام يو سي اتش، اعتمادا على بعد الفراغ. يعني كل التمرين هذا المعدود وغير المعدود انت تعتمد على بعد الفراغ. بعد الفراغ تشوفه مع اسم معدود تستخدم ماني، اسم غير معدود تستخدم ماتش، او بالطريقه الثانيه اللي عندنا ليتل بعد الفراغ غير معدود. نعم، وافيو بعد الفراغ يكون معدود. ناخذ مثال الاخ هاو apples do we need. خلينا نشوف رقم 2 how فراغ apples do we need. علامة السؤال. خلينا نشوف الجملة. نجي على الجملة، المختار هو يعطيك اختيارين اللي هو ماتش خط ماني. طاق اختيارين هنا ماتش وماني. انت شلون تحل هاي الجملة هسه؟ هاي شلون تقدر تحلها؟ اروح على بعد الفراغ، شو موجود بعد الفراغ؟ ابلز. شنو العلامة الموجودة اللي تدل انه هذا الاسم جمع؟ هي الاس هذه. اذا هذا ما دام موجود بس هذا الاسم ينعد، ويا هي الاداه اللي تستخدم مع المعدود يا هي اذا الماني، فنقول هاو ماني اذا ماني هاو ماني ابلز. ونكمل الجمله الاخيره رقم 3 ميلز وتوقع مع 3 خلينا نقول هاو فراغ ميلز دو يو ايت ا داي، دو يو ايت ا داي. نعم، هذه ايضا ماتش ماني. نعم، ميلز وجبات طعام، هذه معدود من الاس، علامه هذه باور هذه اللي الاس علامه الجمع. اذا ما دام معدود بعد الفراغ نستخدم ماني. ناتي على جمله رقم 4 هاو سليب 4 نمبر 4 هاو فراغ سليب هاو سليب ديد You get last night. Did you get last night? N-I-G-H-T. علامة السؤال. خلينا نشوف. بعد الفراغ شو موجود؟ sleep. هاي الكلمة هي بعد الفراغ. هذه ما موجود بها S. sleep. يعني هاي نوم يعني معناتها ما ينعد. الكلمة هاي غير معدود. Uncountable يعني غير معدود. تركزون على هاي الكلمة مال سليب، هاي الكلمة ما ينعد. يعطينا راح الاختيارات عندنا ماتش ماني ماتشو ماني، يا هل نستخدمها مع غير معدود هذه الكثرة وغير معدود، إذا هاو ماتش سليب ماتش هاو ماتش سليب. وتكمل الجملة للأخير. عندنا رقم 5 رقم 5 how exercise does he take a week. علامة السؤال. كلمة اكسرسايز، هذه كلمة اكسرسايز يعني تدريب تمرين على شكل تدريب. اكسرسايز مو تمرين يعني تحل انت واجب بيت، لا مو هذا. الاكسرسايز هنا معناته تدريب، يعني تمرين تدريب بدني. هاو عندنا هنايا ماتش
many. Not too many. إذن شو راح تتفدار ما دام هذا غير معدود غير معدود غير معدود uncountable uncountable غير معدود هذا ما دام غير معدود match مع غير المعدود اتفقنا بالفراغ match how much معك how much say how much exercise أدي 6 number 6 بنكتبها هنا جملة رقم 6 how hours hours h o u r s hours sleep hours hours sleep نعم العفو نعم hours sleep هنا did you get the last did you get the night before did you get the night before علامة السؤال يعني كم ساعة من النوم أنت نمت الليلة قبلها قبل الليلة هذه خلينا نشوف هنا ماتش ماني ماتش ماني هذا الأول ساعات يعني هذا معدود معدود إذا مع المعدود نستخدم many كلمة many نعم عندنا رقم سبعة number seven نعم تفضل Number seven, هاي رقم سبعة. How فراغ time. How time do you spend on your homework? Do you spend on your homework? Homework. واجبك البيتي نعم عندنا ماتش وماني هذا السؤال الوزاري اكيد يجيك بهالطريقه هذه ويجيك في السؤال الثاني فرع با يعني بي question 2 بي خلينا نشوف الجمله بعد الفراغ مثل ما قلت انا بعد الفراغ اذا جاء اسم غير معدود نستخدم ماتش واذا اتى اسم معدود نستخدم ماني إذن التايم وقت هذا الوقت غير معدود يسمونه uncountable noun uncountable اسم غير معدود ويا الاسماء غير معدودة نستخدم إذن الجواب هو match صير how match m u c h مع غير المعدود هذا غير معدود بس لو جتك كلمة times هاي times معناتها مرات هاي معدود هاي مرات معناها هاي معدود اما كلمة time فهي غير معدود عندنا جملة رقم 8 نعم الجملة رقم 8 العفو هاي جملة رقم 6 هذه هاي جملة رقم 6 نمبر 6 هذه نعم ذاك الترتيب مو صحيح نعم الجملة رقم الجملة رقم سبعة space there is still سبعة there is نعم خلينا نشوف رقم سبعة وين صارت مو لا العفو مو هذه هاي عندنا ثمانية خليها رقم سبعة نفسها هي باقية ثمانية how times انا حتى تكمله الجمله هم مو بس مشكله انا ايش قلت لك عز الطالب انت عندك بس بعد الفراغ انظر بعد الفراغ هذا موجود جمع هاي اس علامه جمع اذا ما دام موجود علامه جمع هاي هوماني اصير هوماني اذا هاي تايمز معناتها مثل ما قلنا شرحنا معناتها مرات كم مره تصير هاو
نعطيك فراغات اللي هي many many وماتش m u c h. الماتش مع غير المعدود، انا عندي معدود، اذا هاو ماني هاي نكتب انها ماني هو الاختيار الصحيح. تمرين دي، complete the sentences with a few or little. نفس الطريقة ونفس القاعدة، كل تغيير ما عندك بعدها القاعدة. نعم يقول there were only، نعم خلينا نشوف جملة رقم واحد. There were only four people. بعد نكمل الجملة at the party. At the party. P-A-R-T-Y. يعطيني الاختيارات، حتى لو انت احسن يعطيني الاختيارات اللي هو a few a little. A few a little. قليل يعني. هذه بعد الفراغ مثل ما قلت، بعد الفراغ معدود، هاي معناتها ناس، ما اذا هاي معدود، هذه معدود، معدود كاونتبل، هاي القاعدة مالتها هيجي، يعني بعد الفراغ رأس الأرواح معدود كاونتبل آخر مع المعدود، هذا مع المعدود إذا كاونتبل، هاي مع الكاونتبل، وهذه uncountable يعني لو هنا غير معدود اخذنا little، ما دام معدود اخذنا a few. ناخذ جمله رقم 2 number 2. I've got work. I've got فراغ work عمل نايف to finish خلينا نشوف الى اخر الجمله، مو بس احنا هذا الموضوع ما لقينا بس بعد الفراغ، خلينا نشوف هاي الكلمه اللي بعد الفراغ وين عمل، اكو واحد يقدر يحسب العمل يقدر يعده؟ طبعا لا، اذا هاي غير معدود، uncountable غير معدود، يعطيني اختياره ايش راح يعطيني؟ a few و a little. يقول a few a little غير معدود. نعم خلينا نشوف بعد الفراغ ما دام موجود غير معدود، اذا احنا راح نختار a little غير معدود. هسه بقيه التمرين ان احنا راح ناخذهم راسا حتى لا تضيع طول الفيديو والتسجيل ويصيركم وين راسا نحلهم الطريقه. هسه الطلاب اكيد انا متاكد كل تاكيد افتهمه ويروح بعد الفراغ راسا يشوف معدود وغير معدود هيك. خلينا نجي على رقم ثلاثه. جمله رقم ثلاثه باو هذا الفراغ وهذا بعد الفراغ. بعد الفراغ منس هذا يعني دقائق، هذه دقائق هاي معدود، اذا هنا شرطك بالاختيارات عندي a few و a little مع المعدود، هاي معدود اذا هذا الجواب صحيح. نعم تعالي على جمله رقم اربعه. orange juice هاي جمله رقم اربعه بعد هذا الفراغ وبعدين كلمه orange juice. نعم اورنج وجوس عصير جوس. نعم اورنج جوس اي سي اي هاي يصير عصير البرتقال عصير البرتقال. زين ما دام هذا بعد الفراغ غير معدود، هذه مادة سائلة، كل السوائل غير معدود، كل السوائل غير معدود، إذا ما دام غير معدود أورنج جوس، لو بس أورنج أورنجز كان خلينا أفيو، بس هاي ليتر، نعطيهم اختيارات ليتر و أفيو، أنا أختار غير معدود، أختار ليتر،
تعال على الجملة رقم الجملة خلنا الرقم نمبر 6 سادساً بعد الفراق تايمز يعني رقم 6 نعم بعد الفراق وهاي كلمة تايمز هاي معدود هاي معدود إذا مع المعدود شوف أنت شنو في اختيارات إذا ينطيك many many نعم وبعد شنطيك a little a little many و a little شوف شنو بيها many و a little أنت شو راح تختار هاي معدود إذا many many وإذا أعطاك اختيار غير هذا يعني أعطاك مثلا a few a few و a و many خلنا نعطيك عفوا نعم a few a few a little و much خلنا نقول much خلنا نقول much هي much هاي معدود معدود ما دام معدود إذا much ما ترهم هاي خطأ إذا هنا a few وهكذا وهكذا بقية التمارين أنت جملة رقم 7 تركزون عليها اللي هي space left put your case in the car هلا اكتبها هاي الجملة الأخيرة الجملة الأخيرة بعد هنا في جملة هاي بس هذا يكفي للموضوع هذا حتى لا يصير ممل أنت هاي الجملة هسا عينا put your car in the put your case in the car نعم هاي جملة رقم 7 Number 7 Put your case الكيس يعني جنطة حقيبة in the car خوش يعني وضع جنطتك حقيبتك في السيارة There is still There is still يعني لا يزال هنالك لا يزال خلينا نشوف لا يزال فراغ space left space left يعني موجود هذا كلمة بعد الفراغ space هاي كلمة space يعني مجال يعني فراغ أكو مساحة هذه غير معدودة واحد يقدر يحدد المساحة مثل مساحة متر مربع أو على شكل دائرة تقدر تحددها طبعا ما تنعد هنا ايش راح ينطيك نقول a few نعم many نعم few و many وبعد و much much خلينا نشوف هسه اذا انطالك هالترتيب هذا طالع مثلا هاي غير معدود غير معدود اذا كل شيء معدود حد ما يرهم هاي تروح مع المعدود إلى نصير إلى ماش M U C H إلى هنا ينتهي درسنا هذا اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.